صباح الخير عليكم اخوتي الاعزاز. من يرغب في العجل اللي مستورد من نواحي فرنسا او بلجيكا او هولندا اللي كيستردوا الفلاحة العجل وكيبيعوه في المغرب ب50 درهم للكيلو، نواحي ولاد فرج، نواحي سطات. شوف كيفاش كيتربى العجل وكيفاش كيستردوا كيجي من الخارج. لاحظوا العجل مزيان الحمد لله مربي، وكاين العجل الكبير كاين العجل الصغير، كيف ما على حسب بنادم اللي يبغى. كاين تاع قنطراين، 3 القناطر، 4، كاين اللي كيوصل 500، كاين بزاف ديال الماركات نتاع العجل مستورد من طرف الفلاحة اللي كيجيبوه. وهذا كاين بزاف ديال الأنواع ديال العجل، عدة أنواع عدة. وهنا الفلاحة اللي سولناهم اللي كيبيعوه ب50 درهم الكيلو، 50 درهم الكيلو مزيان. أو إلا بغيتو شي واحد كيرغب يخلي كومنتار في صندوق الوصف باش يحصل على الجواب. إلا شي واحد كيعجب له هادشي نتاع الفلاحة وكيفاش كيستردوه، بغى شي معلومات، بغى يعرف كيفاش كيستورد العجل ولا، يخلينا كومنتار لتحت في صندوق الوصف وحنا نجاوبوه في أقرب وقت. وشكرا لجميع المتبعين ديالنا اللي كيتبعونا حسب خارج الوطن ولا داخل الوطن، اللي دائما حنايا كنجيبوا الجديد باش يعرفوا لا من طرف الفلاحة أو من طرف الآخرين. كاين السردي، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيستردوا من الخارج، وكاين اللي كيتربى هنا في المغرب. عاوز كيفاش كتلاحظوا العجل، هو كاين بزاف ديال الانواع نتاع العجل. كيفاش كتلاحظوا بزاف ديال الانواع نتاع العجل وكيفاش شتي كيفاش كي او دابا غادي نخرجوه برا باش يشوفوا الناس مزيان. شوفوا العجل، هو كي شتي أو. الحمد لله كاين الخير ان شاء الله، كاين الخير، لا كاين الخير في المغرب ديالنا ان شاء الله، ورخيص الحمد لله. هو كيفاش كتشوفوا العجل الحمد لله، بشحال هذاك هذا باش يديه في الكاميون. شتي كيفاش الحمد لله أجل، تبارك الله تبارك الله والله، لا تبارك الله مزيان تبارك الله، باش يركبوا في الكاميون يستورد. كيفاش كيجي وكيفاش كيتعامل كيفاش، الحمد لله كيف كنلاحظوا مزيان الحمد لله. الخير موجود ان شاء الله دائما مع الخير. المتبعين ديالنا كنشكرهم جميعا، المتبعين ديالنا الفلاحة اللي كيرغبوا وكيعجبهم هاد الشيء نتاع العجول، لتربية العجول وكيف تربية العجول. الحمد لله كيفاش كنلاحظوا الحمد لله مزيان، كاين الخير وكاين الخير بزاف بزاف ماشي بزاف. وها والعجل تبارك الله، كاين العجل الصغير كاين العجل الكبير، كاين اللي بغى يربي عاد كاين، وراك كتلاحظوا كل شيء بعينيكم. ها هو كيفاش كتشوفوا هذا في السوق ولاد فاج. مواد معاك حيدا يا بعبي، وادع
الراس الراس هي الراس هاك ما صور هو عمل ما صور هاك شو دير واحد القبض دير واحد القبض يدور عليه من 100 ريال شحال تباع هذا 5 مليون 40000 5 مليون و 40000 ريال اللهم بارك يلا 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 دخل الفلوس لا دخل الفلوس دخل الفلوس وابدا دخل الفلوس عداك هو عمي تبارك الله كل مع الراجل هذا مواد مات مات استحالك بتورك انا ولا حيدا يا ابي
وابدا ايه والراس الراس هي الراس ما سوى ما سوى دير واحد القب دير واحد الطاجي ودور عليه ما يدري انا شحال تباع هذا 5 مليون 40000 5 مليون 40000 ريال اللهم بارك يلا 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 دخل الفلوس دخل الفلوس وعبد الجادي دخل الفلوس هو قالت لها السلام كاين ولد حرام هذا السينما فين السينما فين ما يديرها في البلد ما يجيبوش